اذا يا اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو من سوق قيصر بتاريخ 8/7/2021. قضيه مخلطه يا اخوان، حولي كلشي 4 ملايين و50 الف، حلا 2 مليون و25 الف هاد البلجيكيين الملاح. هادوش عليهم هذا تبارك الله ما شاء الله. جوج وخمسة وعشرين في واحد 4 مليون و50، يعني 42500 ديال الدرهم. نتمنى يا اخوان الفيديو يعجبكم، دائما خليوا لنا لي لايك، دائما دعمونا يا اخوان، الله يجزيكم فيكم الخير. تبارك الله راكين المليحه هما كما كتشوفوا. الله يسهل على مولاي، الله يسهل عليه. 4 مليون و50 الف هذا يا اخوان، عجبت هو بالزاري. كيداير كيداير السوق اليوم؟ وكيداير الثمن زاكي؟ الثمن ديال هاد الخير شحال؟ 1.7 مليون. 13500 ديال الدرهم، 13500 ديال الدرهم. السوق شويه زاكي اخوان، راه تعطلت شويه مع حساب الغلم وداك الشيء على حساب حولي. المهم نتمناو الخير ان شاء الله، ونتمناو الفيديو يعجبكم نتوما. دائما معكم اسواق المشي المغرب، دائما الجديد، نحاولوا ما نغيبوش عليكم بزاف، لحقاش ابقار ضروري الناس كاين اللي كيهتم بها. وغنشوفوا ان شاء الله لقينا ضروبات تاع العيد تاع من دينا. الله يسخرها ود عمي، الله يجيب تيسير تبارك الله عليه. المهم لقينا ان شاء الله نجيبوا لك. تبارك الله عليكم، نهاركم مبروك. السوق كي داز اليوم والثمن؟ السوق اخويا اليوم كاين ثمن، ما داخلش السلعه، ما داخلش بزاف، ما كاينش كان الثمن شويه طالع. الثمن طالع السوق، يلاه محول باقي من البلوك، ما عارفينوش فعلا اخويا راه السوق يلاه محول. رجعوا هذه بلا السوق قديمه لا؟ هذه بلا السوق قديمه ولا كان هي؟ لا هذه بلا السوق قديمه. الثمن ديال هاد الخيرات بالزيت؟ واحد هو اللحم 11.70. 11.70، انتوا يا اخوان واخذوا اللحم هنا 11.170. هذا اخوان راه صديق ديالنا كي قال لي اشرف، المهم عارف سميتي. وكي كتجيك القناه ديالنا خويا مزيانه؟ زوينه مزيانه صراحه، الله يحفظك خويا، مرحبا بك في اي وقت. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. 11.170 يعني 56 58.5 ديال الدرهم، 58.5 ديال الدرهم 11.170. اذا اخوان نتمنى نكونوا قربناكم شويه من الجزائري، انتم راه لقيوهم هنا 11.70 بالشاتو. الله يسخر، الله يجيب تيسير الجميع. تبارك الله عليكم يا اخوان، اللهم يسر. هذه اخوان ضروبه الجزائريه، الجزائريه الجزائريه. شنا الحليب الثمن؟ 1.10 مليون. 10500 ديال الدرهم. اكيد السوق في الضروبه الجزائريه وسيتو الضروبه تاع العيد. السوق شويه مدقدق اخويا، السوق شويه مدقدق كما سمعتوا، السوق شويه مدقدق يعني الثمن طايح هادشي ما يعجبك. والسوق يلاه محول ثاني الحمد لله، السوق شويه باقي الناس بعدا عرفوا فين كاين، ولا كيجيو كيسولوا عاد كيدخلوا ليه. كيجيو عاد يسولوا فعلا. 1.10 مليون، 10500 ديال الدرهم، 10500 ديال الدرهم اخويا. ليه اخويا هو الشطاين، الشطاينية. اللهم يسر يا اخوان، تبارك الله. شوف يا اخوان مازال نجيبو لكم ضروبات نيات ان شاء الله، اللهم يسر الجميع. هذا يا اخوان ضروبات نيات، ضروبات نيات تاع العيد يا اخوان. الثمن شحال؟ 1.20 مليون في الوحدة. انتوما اخوان هادو ضروبات نيات، كيقول 1.20 مليون، 11000 ديال الدرهم. غنسولو هو النيت كي داير السوق، واش القضية محركة؟ كي دايرة القضية هنايا محركة شوية ولا؟ زاكي السوق صحيح. 1.20 مليون، 1.20 مليون عاطينا لك هادي. 1.20 مليون. نيات بجوجات. ناقص 40 الف السوق اليوم ياك اخويا؟ انا اللي حاسين، اللي حاسين السامة اللي حاسين ياك اخويا؟
كما كتسمعوا قالك شارينا بمليون ومعلف 4 شهور ولا 5 مليون و20 تفضل 10000 ديال الدرهم والله يسخر الله جبتي سير الله جبتي سير الله جبتي سير الله يبارك فيك 10000 ديال الدرهم وحده ثنيه وحده سنان الحليب تمام 164 والاخرى 165 هذه 164 8200 هذيك مليون قل 5000 يعني 10000 قل 250 درهم ضروبات اخوان وحده ثنيه وحده سنان الحليب هذه تليق للعيد اللي ملدي بالنسبه للعياد راه مزيانه 195 بالنسبه للعيد اخوان راه ضروبه كيتشاركوا ماشي ضروبه ثنيه كيتشاركوا فيها خمسه الناس حتى ماشي مشكل خمسه سبعه الله يسخر انتم 195000 ها يا اخوان بينوا مزيان كاين شويه الطحام اللهم يسر هذه اخوان تاهي ضروبه ثنيه الله يقل العيد الاخوان ايه مزيانه اه ثمانه 85 186 9300 ديال الدرهم واش بصح السوق تاع الضروبه طايحه فيها 40000 بصح هادشي ولا زاد عليها طايحه شي 20000 طايحه شي 20000 ثم اخوان 9300 ديال الدرهم ما شاء الله اللهم بارك الله يسخر لك والله جميل تيسير 9300 السوق و يعني كاين قال كاين المهم كاين انخفاض الثمن هادشي اللي هي الخلاصه والله يسير الله يسر امور سعيد صح ضربات نية اخوان هادو موجهات العيد الاضحى ان شاء الله الثمن الثمن قالوا لي السوق راجع شوية اليوم كانت مليون وعشرين 186 190 السوق راجع شوية اخوان وبالنسبة راه مازال الأسبوع الجاي إن شاء الله اللي بغا شي ضريبة ولا شي حاجة يتقضى مازال السواق جايين إن شاء الله اللهم يسر مازال الخير كاين الخير موجود الخير موجود يا كلشي غيعيد إن شاء الله كلشي يعيد إن شاء الله ويجي بخير اللي لاباس عليه ولا اللي ما عندوش كلشي يعيد إن شاء الله الله يرضي عليك الله يرحم الوالدين إن شاء الله يكون الخير يا إخوان دائما تفائلوا بالخير دائما الله يعاونكم الله يعاونكم تبارك الله عليكم اللهم يسر يا إخوان دارة ديال اش هادي ديال الجزائر الجزائر تمام مليون ونص مليون ونص 15000 ديال الدار هادي تا هي 160 مليون ونص مليون ونص تبارك الله ما شاء الله 15000 ديال الدار الله يسخر ليه هادي اخوان 160 8000 الله يعاونكم الله يجيب تيسير الله يجيب تيسير اخوان لان اخوان تمنوا الفيديو عجبكم خليونا لي لايك تبارك الله عليكم نهاركم مبروك من هنا من سوق قيصر الله يسخر الجميع وتبارك الله عليكم نية نية العيد تاو تمام 32 مليون وثلاثين مليون وثلاثين مليون وثلاثين 11500 ديال الدرهم الله يسخر الله يجيب تيسير مليحة مليحة الإخوان تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك الله يعاونكم أخويا الله يجيب تيسير ورباح مليحة إخوان مليون وثلاثين الله يسهل عليهم تبارك الله ما شاء الله